رحاب المسجد لنتعرف عليه أكثر، فتفضلوا معنا في بعض من الدقائق. أما المساحة الأكبر فهي لصحن المسجد، والذي تبلغ مساحته 1150 متر مربع، حيث يتسع ل2000 من المصلين. ومن المتوقع أن يتسع هذا الطابق لأداء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، عقد الدورات الشرعية والتربوية، وكذلك إقامة المناسبات الدينية والجهادية. دعونا ننتقل بكم إلى الطابق الثاني. تكمن أهمية الطابق الثاني بأنه يضيف مساحة أخرى للمسجد لاستيعاب أكبر عدد من المصلين، خاصة عندما لا يتسع الطابق الأول. فتفضلوا معنا لنصعد إلى الطابق الثالث. أما الطابق الثالث فله أهمية خاصة، وذلك لأن مجموعة الطوابق الثلاثة من المتوقع أن تستوعب أكثر من 5000 مصلي، وهذا العدد بنية السابقة على التراب، ولا نجد مسجداً يتسع لعدد المشيعين. كما وأن هذا الطابق سيتم الاستفادة منه كقاعة محاضرات كبيرة تستخدم فيها وسائل العرض التكنولوجية بهدف توعية الرجال والنساء. ونظراً لمكانة المسجد وأهميته، والذي سيكون معلماً وصرحاً إسلامياً كبيراً، فإنه من المتوقع أن يؤمه الآلاف من الناس. شكراً لكم.